بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إن المرأة المعاصرة فعلت في دينها وأمتها مثلما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا وخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: لا تتركوا الجبل ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر. فأبصر خالد الجبل خاليا فالتف على المسلمين وكانت المحنة. هذا ما فعلته المرأة المعاصرة المسلمة في دينها وأمتها. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. شهادة الرجل بشهادة امرأتين، لا، الآن شهادة المرأة كشهادة الرجل إلا في الأموال، في المال فقط، وتطلع رؤوس وعمائم يقولون هذا الكلام للأم. هو ده القول الراجح، قول قاله فقيه غلط فيه، يجعلونه مذهبا للأمة. ليه؟ يحتاجون إليه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فقالت المرأة: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يوما وفي يده قطف من عنب كرأس الرجل، وما بمكة ثمرة، وإن هذا لرزق ساقه الله إلى خبيب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. مرحلة المقاومة أطول المراحل وأشقها، لكن لا بد منها، لا سيما في زمان المخالفات. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله جل ثناؤه قص علينا العقوبة التي أنزلها على بني إسرائيل لما خالفوا أمره واقترفوا نهيه. قال لهم: لا تصطادوا يوم السبت، فاحتالوا على أمره فخالفوه وارتكبوا ما نهاهم عنه، فكانت العقوبة أن صيرهم قردة. ثم قال تعالى بعد ذلك: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعرفنا من هذه الآيات أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين الذي تلقى الكتاب من الله أول مرة وبين الذي ورث الكتاب. إن الذين تلقوا الكتاب أول مرة هم الذين قاتلوا على تنزيله وعلى تأويله، أما الذين ورثوا الكتاب كأي وارث، إذا ورث الرجل مال أبيه فإنه يستطيع أن ينفقه في ضحوة من نهار ولا يبكي على مليم فيه. أيكون تصرفه كتصرف الذي جمع المال بشبابه وكهولته وشيخوخته؟ لا سواء. إننا معاشر المسلمين تعاملنا مع كتاب الله عز وجل تعامل الوارث، لسنا كالصحابة أبدا في تلقي آيات الله عز وجل. حدث انحراف جسيم وظهر ما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير الباطني، الذي هو في الحقيقة تحريف محض لكلام الله. خبى هذا الضوء الساطع الذي كان في أيام الصحابة في تلقي آيات الله عز وجل. إننا نتكلم الآن مع الذين ورثوا الكتاب، كيف يرجعون إلى سيرة سلفهم الأول في التعامل مع القرآن نصا وروحا، نصا ودلالة، سواء
كانت الدلالة واضحة أو غامضة، ظاهرة أو إيماء. ولأجل هذا عقدت هذه الدروس والتي قسمتها إلى 3 مراحل لكي يستفيد الذي ورث الكتاب ويلتحق بالذين تلقوا الكتاب، فقاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله. مرحلة المقاومة أطول المراحل وأشقها، لكن لا بد منها، لا سيما في زمان المخالفات واتباع الأهواء. وقد تلقينا في هذا العصر المخالفات بالجملة. إن ديننا الآن يتعرض للمحو، أعداؤنا أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم، وعقدوا اتفاقيات من أخطرها على الإطلاق، اتفاقيات الجاد المتمثلة في التكتلات الاقتصادية. الآن هناك كيانات اقتصادية هائلة قد تشمل قارة كاملة كأوروبا مثلا. أوروبا توحدت ووحدت العملة، وهم نصارى مع أمريكا وغيرها عملوا اتفاقيات الجاد. ملخص هذه الاتفاقيات: إذا انضممت إلينا أخذنا منك وأعطيناك، وإن لم تنضم إلينا تركناك، لا نأخذ منك ولا نعطيك. يعني إيه؟ يعني هذا قضاء مبرم على العالم الإسلامي الذي يعيش في زمن التخلف والهوان من قرون. لا عندنا صناعات ولا عندنا اكتشافات ولا ابتكارات. في بلاد الإسلام عندنا الفساد الإداري الذي يقتل كل موهبة. لو أي رجل عبقري ذهب باكتشاف لنأخذ براءة اختراع، الموظف هناك يريد أن يقاسمه هذا الاكتشاف، وإلا رفضناه. يذهب بهذا العقل إلى أعدائنا فيبدع هناك، ويعطونه كل الإمكانات لكي يصل إلى هذا الإبداع. أمة طاردة لمواهبها كانت النتيجة أننا حتى الآن لم نستقل بصناعة يمكن أن يقال أنها صنعت في بلاد الإسلام. السيارات اللي الأولاد في اليابان يمسك شوية صفيح ويعمل موتور، نحن حتى الآن ليس عندنا سيارة كاملة. السيارة دي هذا صار شيئا تافها. باختصار، نحن سوق استهلاكي فقط. كل شيء عندنا تقريبا يجلب من بلاد أعدائنا. فما الظن إذا قيل لك لن نأخذ منك ولن نعطيك، ستتوقف الحياة في بلادنا. قائمة على الاستيراد، استيراد كل شيء. فلا بد أن ننضم إلى هذه التكتلات الاقتصادية، وإلا متنا ونحن أحياء.
طب يا جماعة احنا موافقون سننضم، قال لك لا، الانضمام له شروط. ما هي الشروط؟ قال لك انتم مجتمعات متخلفة، المرأة عندكم للفراش والخدمة. لا، المرأة نصف الكون، لابد ان تتحرر وتأخذ حريتها. طب يا جماعة ده احنا عندنا دين وعندنا تقاليد. قال لك خلاص، اذهب بتقاليدك ودينك، لن نقبلك في هذه الاتفاقية. طب ماذا نفعل؟ يقول لك غير. طب هذا التغيير لو جاء هكذا بصراحة ستقوم الدنيا، إذا نغير قطعة قطعة. بدأ يعطى للمرأة ما ليس من حقها ولا ما وما ليس من صلاحيتها، لا تستطيع أن تمارسه حتى لو أرادت. أخرج المرأة من خدرها وتركت الشيء الوحيد الذي لا يحسنه غيرها، وهو تربية الولد. إن المرأة المعاصرة فعلت في دينها وأمتها مثلما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا وخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لا تتركوا الجبل ولو رأيتم الطيرة تتخطف العسكر. فأبصر خالد الجبل خاليا فالتف على المسلمين وكانت المحنة. هذا ما فعلته المرأة المعاصرة المسلمة في دينها وأمتها. وبدأ التهرؤ ليس من الآن، من قديم بدأ يحصل نوع من التحلل لكنه تدريجي. أما في عصرنا هذا في العشر سنوات الأخيرة حصل انحدار يساوي قرنا من الزمان. النهاردة يأخذون الأقوال الضعيفة الساقطة في كتب الفقه ويجعلونها مذهبا للأمة. شهادة المرأة عند الفقهاء استنادا لكتاب الله، المرأتين برجل، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لا، الآن شهادة المرأة كشهادة الرجل إلا في الأموال، في المال فقط، وتطلع رؤوس وعمائم يقولون هذا الكلام للأم. هو ذا القول الراجح؟ قول قاله فقيه غلط فيه، يجعلونه مذهبا للأمة. ليه؟ يحتاجون إليه عشان الانضمام إلى الاتفاقيات الجاد. يا ليتهم خالفوا ولم يسندوا هذا الكلام إلى دين الله. إن جريمتهم جريمتان، جريمة الكذب على الله عز وجل وجريمة الخيانة. وصل الانحدار إلى ما نسمعه الآن من قانون الطفل. قانون الطفل ملخصه أنه لو رؤي والد يضرب ولده يدخل السجن، ولو رآه جاره ولم يبلغ عنه يعاقب. الكلام ده جالنا منين؟ اتانا من اعدائنا. عشان يطلع الولد متفلت من صغره لا يخاف عقوبة، يبقى زي الشجرة العود الفرع الذي تزرعه امام دارك، لو تركته على حاله خرج اعوج. انت لا تفعل هذا مع هذا العود. جيب حبل وتشد العود في وتد
علشان الساق بتطلع مستقيم. اما لو تركت العود الطري على حاله يطلع اهوج، يبقى الولد يطلع متفلت. والتفلت ده طبعا ظاهر في المدرسة لما المدرس يعاقب الولد المهمل، الولد يروح في قسم الشرطة يبلغ فيه ويستدعى المدرس وممكن تنفذ عليه العقوبة، ويقول لك تربية ايه؟ ما ده اللي حصل اهو. مدارس لا يكاد الطلبة يذهبون الى المدارس، والاباء يدفعون في الدروس الخصوصية الوف الجنيهات عوضا عن المدرسة التي فقدت دورها. كوارث بعضها اخذ برقاب بعض. قصد من الكلام ده كله محو الأمة دي، محوها بأن تتخلى عن دينها. فأعداؤنا لا يلعبون من يوم هزيمتهم ليوم محمد الفاتح في القرن التاسع الهجري وهم يدبرون لإسقاط هذه الأمة، ونفسهم طويل. إذا مات جيل، الجيل اللي بعديه يكمل، ما يبتديش من اول السطر زينا اصحاب الخطة الخمسية. 5 سنوات خطة، المسؤول عن الخطة الخمسية يعزل، يجي اللي وراه يقول ايه العك ده، ما كانش بيفهم حاجة. نبتدي من اول خطة خمسية جديدة، طول عمرنا نبدأ من اول السطر، ولا يكمل احدنا بناء الاخر. في هذا الزمان وهذا الوقت تتجلى مرحلة المقاومة في مخالفة كل ما دون قول الله ورسوله. ونحن نعلم أنه كلما اشتدت المخالفة وزادت تضاعفت المقاومة، وقد تصل هذه المدافعة الى حد القتل، ان يقتل المقاوم الذي لا يملك الا نفسه. مرحلة المقاومة تجلت في كل احداث مرت بالمسلمين. الغزوات كلها والحروب داخلة في مرحلة المقاومة من أجل تثبيت الدين والعقيدة. وقد اخترت اليوم نموذجين يمثلان هذه المرحلة. النموذج الأول رواه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وابن سعد والطبراني والبيهقي وغيرهم كثير، وأنا أجمع كل الروايات ولا أقتصر على رواية بعينها ليتجلى المشهد. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث غيره، هذا الحديث غيره. وهناك أيضا في كتب المغازي كمغازي أبي الأسود يتيم عروة، ومغازي أبي معشر وابن إسحاق وموسى بن عقبة بأسانيد مراسيل كلها يعضد بعضها بعضا. قال أبو هريرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية عينا يتجسسون على قريش، عدتهم 10 أنفس، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. فلما كانوا بالهداة، اسم مكان،
بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل الذي اكتشف هؤلاء راعية غنم. بينما هي ترعى الغنم في سفح جبل إذ رأت نوى تمر يثرب، ونوى تمر يثرب مميز بأنه صغير، فلما رأت الراعية هذا النوى صرخت في القوم وقالت لهم قد أتيتم، فنفروا في 200 رام، وفي بعض الروايات في البخاري في 100 رام، وهذا محمول على انهم كانوا 100 رام ومعهم 100 رجل ليسوا من الرماة انما من المساعدين. وكان هؤلاء الاصحاب رضي الله عنهم يسيرون بالليل ويختفون بالنهار، فجاء القوم في هذا العدد الكبير وجعلوا يبحثون عن هؤلاء، فاقتصوا آثارهم حتى وصلوا إليهم، فلما رأوهم لجأوا إلى فدفد من الأرض. فدفد أو القردد الرابية المرتفعة، وظلوا يتقاتلون. بعدما قال لهم المشركون انزلوا الى على العهد والميثاق ولا نقتل احدا منكم، قال عاصم بن ثابت اما انا فلا انزل في ذمة كافر، اللهم ابلغ عنا نبيك. وفي رواية قال عاصم اللهم إني اليوم أحمي دينك فاحمي لحمي. فظلوا يتراشقون بالسهام حتى قتل عاصم مع 7، حتى قتل عاصم في 7، هو و6، بقي 3، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. نزلوا على العهد والميثاق، فلما نزلوا واستمكنوا منهم ربطوهم، فقال عبد الله بن طارق هذا أول الغدر، وأشار إلى القتلى وقال إن لي أسوة بهؤلاء، فجرروه وعالجوه، فلما عجزوا أن يأخذوه قتلوه. بقي خبيب وزيد، أما خبيب فاشتراه بنو الحارث ابن عامر، وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر، وأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية لأنه قتل أمية بن خلف. سجنوا خبيبا وأتمروا، فقرروا أن يقتلوه إذا انسلخ الأشهر الحرم، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم في الجاهلية. سجنوه في دار وجعلوا على هذا السجن امرأة، تقول المرأة ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب،
وهذه المرأة أسلمت بعد ذلك. لماذا؟ في يوم من الأيام كانت المرأة جالسة كالعادة وعلى رجلها بنيها، فغفلت نامت، فنزل الولد من على رجلها ودخل على خبيب. وكان خبيب لما شعر بقرب انسلاخ الأشهر الحرم طلب موسى يستحد بها، طلب موسى ليحلق عانته استعدادا للقاء ربه. فكان الموسى بيده، لما دخل هذا الولد الى سجن خبيب واجلسه خبيب على فخذيه، استفاقت المرأة فرأت الولد على ركبة خبيب والموسى بيده فشهقت شهقة عرفها خبيب، فقال لها: تحسبين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل، لأن هذا من الغدر، ثم إن هذا الولد ما ارتكب شيئا، لا سيما فيما بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية، أطفال الصغار. فقالت المرأة: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يوما وفي يده قطف من عنب كرأس الرجل، وما بمكة ثمرة، وإن هذا لرزق ساقه الله إلى خبيب. سرخ الأشهر الحرم، أخذوه إلى التنعيم إلى الحل، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين تجوز فيهما، قصر، وقال: لولا أن تظنوا أن بي جزعا من القتل لأطلت. ثم دعا عليهم: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. في بعض الروايات أن أبا سفيان بن حرب كان من الحضور، فلما رأى خبيبا يدعو رمى بابنه معاوية على الأرض حتى لا تدركه دعوة خبيب. وفي رواية أن رجلا رمى نفسه على الأرض لما دعا خبيب، فما مر الحول إلا ومات كل من دعا عليه خبيب. في مغازي أبي الأسود أنهم قالوا لخبيب وقد وضعوا فيه السلاح ليقتل: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وبيتي ويفديني محمد بشوكة في قدمه. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. أما عاصم ابن ثابت الذي قال: اللهم إني اليوم أحمي دينك فاحمي لحمي، فإن قريشا أرادت أن تحتز رأسه، وكانت سلافة بنت سعد
صمت، إن أدركت عاصم بن ثابت أن تشرب الخمر في قحف رأسه، لأنه قتل ولديها يوم أحد. فلما أرادوا أن يحتزوا رأسه بعث الله الدبر على جسده، والدبر ذكور النحل، فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء من بدنه. وفي بعض الروايات قال قائل لقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض، ذلك لأنهم أرادوا أن يحتزوا رأسه ليلا، فقالوا إن النحل يذهب إلى بيوته ليلا، أرادوا أن يحتزوا رأسه ليلا فحماه الله عز وجل. وفي بعض الروايات المرسلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعليقا على هذا إن الله عز وجل يحفظ عبده المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقعة الثانية رواها الشيخان وغيرهما من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وزودنا جراب تمر لم يجد لنا غيره، وكنا 300 عدة هذا الجيش جراب تمر، والجراب وعاء من جلد. قال فكان أبو عبيدة يعطينا حفنة حفنة، فلما قل التمر أعطانا تمرة تمرة، فقال له أبو الزبير وما كنتم تفعلون بتمرة؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فكانت تكفينا إلى الليل. فلما نفد وجدنا فقده، لما نفد التمر أحسوا بالخسارة، يعني أحسوا بالمجاعة، فكنا نضرب بعصينا الخبط، خبط اللي هو ورق الشجر اليابس، ونبله بالماء ونأكله. جماعة النهاردة اللي كل حياتهم يأكل، اشتغل وردية واثنين وثلاث، حياته كلها شغل علشان يأكل لحم ويأكل سمك ويأكل بقى فاكهة، حياته كلها أكل تحسين مستوى المعيشة.
وتلاقي عندهم الأمراض العضال التي لم تكن في أسلافهم. ولك الطبيب قال لي لازم أكل كم جرام بروتين وكم جرام دهون وكم جرام مش عارف إيه والفاكهة إيه والبتاع إيه والكلام. هؤلاء كانوا يأكلون ورق الشجر. إن الله عز وجل هو الذي يبارك. يشفيك بشربة الماء إن شاء. قال حتى رفعت لنا، وفي رواية رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، أول ما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه، ثم قال لا، نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. قال جابر فأقمنا عليه شهرا كاملا نأكل منه، وكنا نأخذ الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين ولا محجر العين، يرمي الجردل في عينه ويغرف دهنه. ولقد جلس 13 رجلا منا في وقب عينه، وكنا نأخذ اللحم منه بالفدر، يعني يقطعون اللحم كأنهم يقطعون من حيوان. ونصب أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه أوقفه وأتى بأعلى جمل فرحله، وضع عليه الرحل وركب عليه أطول رجل فمر من تحته. سميت هذه الغزوة بجيش الخبط نسبة إلى هذا الورق اليابس، أو بغزوة سيف البحر. كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في باب المقاومة، لكنها تحتاج إلى رجال صدق يعلمون لماذا خلقوا. ما خلقوا سدى ولا عبثا، بل لحكمة بليغة لا يدركها إلا من آمن بالله ورسوله. أما أهل الدنيا وإن علت مقاديرهم في الدنيا فإن الأنعام عند الله أفضل منهم، فما ظنك برجل خير منه حماره يدب على الأرض دبيبة، ولولا هذا الحمار لم يمطر من السماء. فيا لهوان رجل يكرم لأجل حماره، ولولا البهائم لم يمطروا. هذه المرحلة أيها الإخوة لا تثبت فيها إلا قدم عابد، عبد يعلم أنه خلق مأمورا، فإذا امتثل أمر الله أنجاه الله من الكروبات بغير عدة ولا عدد. السيول في فصل الشتاء تكبد أعداءنا المليارات، كل ما يجي فصل الشتاء خصومنا أعداء الله عز وجل من الكافرين يخسرون المليارات سنويا، أما بلاد المسلمين فآمنة بحمد الله، لا سيول ولا زلازل
ولا براكين، بل هي بلاد مباركة. لكن بكل أسف لم يعبد أهلها أنفسهم لله كما أمر الله عز وجل، فحدث لهم برغم أمنهم وبرغم ما تحت أيديهم من البركات ما يحدث لكل أمة مخالفة لأمر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا على أعدائنا ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي